الأستاذة بوسبوس بتقول إن والدتها ريقها بينشف كتير قوي لدرجة إن هي ساعات ما بتبقاش قادرة تتكلم من نشفان الريق، ومحدش عارف السبب. دكاترة في معظم التخصصات ومحدش عارف السبب. هو بص حضرتك، نشفان الريق طبعا من أول السكر وإحنا نازلين يعني، وبيكون زي المبرد. آه مفيش لعاب خالص. برافو. أنا هقول لها تيست بس تعمله. ده آخر سؤال معنا دكتور. بتاع نشفان الريق ده. شيلي الخد كده وحط ايدك هنا، اذا لقيتيه مبلول اطمئن، اذا لقيتيه مبلول الحته اللي انا حاطط صباعي فيها دي اهي، اذا لقيتيها مبلول اطمئني. ليه؟ دي تبقى ماوز بريدر، بتنفس من بقها. كل اللي بتنفسهم من بقهم رقهم، ما انت داخل هواء وطالع هواء، هينشف اللسان هيبقى حجر. خاصه بالليل الماوز بريزرز بتوع بالليل دول مناخيره مسدود، ده يروح لدكتور انف اذن يسلك له مناخيره، لان ربنا عامل مناخير للتنفس مش البق، البق للاكل. ففي ناس كتير جدا، طيب الحته دي محميه يبقى هتفضل مبلوله، انما لو دي ناشفه يبقى في مشكله. يبقى انا انصحك تبل صباعك قبل ما تحطه عشان ما تقلقيش. عشان ما تقلقيش، لو ناشفه تتوجه، ناشفه يبقى في مشكله. سكر واضح ان راحت لدكاتره كتير، بدل ما راحت لكتير، بدل ما راحت لكتير وطمنوها، يبقى غالبا دي ماوس بريدر بتنفس من بقها غالبا يعني. في سؤال صح فكرتني هبه بسؤال، يبقى غالبا بتتنفس بتنفس من بقها، عشان كده ريقها ناشف. طب اللي بيتنفس من بقه ده لازم يروح لدكتور طبعا، ولا في علاجات اخرى؟ لا لا لا، يروح لدكتور انف اذن طبعا عشان يشوف ايه المشكله. على فكره ساعات بتبقى عاده. عادة مش فيش حاجة. السيلياك ايه ده؟ سيلياك مرض اسمه يحدثنا. سيلياك دي احد امراض الجهاز الهضمي. سيد مصطفى احد امراض الجهاز الهضمي، بس ده عايز لازم يروح لحد يعني عدل، يعني ان ده مرض له نظام اكل معين. و السيلياك هو ده هو في الامعاء. ده مرض جديد ده ولا اسم جديد؟ لا لا ده ما سمعتش عنه خالص. لا ما هو نادر. نادر. حضرتك ما سمعتش عنه عشان نادر. طب حضرتك في واحد بيسال يعني ايه يعني يعمل اسهال وكده يعني. هو مرض من امراض الجهاز الهضمي يعني. وليه علاج؟ من صاحب طبعا. ليه علاج؟ طبعا. وعلاجه يعني في المستطاع يعني، مش في المستطاع، بس هو زي موج البحر يعلى وينزل يعني. وقت العين هيبقى تعبان جدا واسهال وتعبان وما بياكلش، وقت كويس جدا. ده السيليك ديزيز بيبقى مش ماشي يعني كده. ما بيتعالجش؟ بيتعالج طبعا. ويروح خالص؟ لا. يبقى ما بيتعالجش. لا بيتسكن. لا يعني خالص. لا ما بيروحش خالص. لا يعني طول عمري يبقى عندي سيليك ديزيز. ده مرض مزمن يعني. بيقعد. وازاي كيف التعامل معاه بقى لما يعلى ويوطى؟ ادويه كتيره جدا جدا يعني. ايه يبقى عايز طبيب يعني؟ عايز طبيب. ما فيهاش فزلكه. ما فيهوش خالص. ده عايز دكتور قوي. مش دكتور قوي. دكتور قوي وعينه يعني، لازم هيخش بالمنظار وياخد عينه عشان يثبت انه سيلياك. لكن التعامل معاه زي السكر كده يعني. التعامل معاه ممكن العمر كله، بس هيبقى كويس يعني. مش نظام اكل معين، ادويه معينه، هيبقى كويس. تمام.